معكم آخر ثلاث دقائق تقريبا نحكيه على الفرجاني ساسي اللاعب الدولي التونسي. هبط اليوم تدوين أو ستوري على صفحته في انستغرام، اكتب فيها شكرا من قلبي ليكم على كل شيء حلو شفته منكم، كنا عائلة واحدة وقلب واحد وأتمنى النجاح لكم. وهبط تصويره فيها هو أمير مرتضى منصور وكذلك مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري. أكيد التدوينة هذه تأولت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي، برشا رسائل وصلونا حول مستقبل الفرجاني ساسي. اتصلنا بوكيل أعمال اللاعب مهند عون لاستفسار حقيقة المستقبل الفرجاني ساسي مع نادي الزمالك المصري. هو ما حبش يدخل معنا لكنه أكدنا في الاتصال الهاتفي ومسيرش عطانا الأخبار على لسانه، وأكد أنه التدوينة كانت فقط وداع من اللاعب للفريق الثنائي أمير مرتضى منصور وكذلك مرتضى منصور أمير اللي كان أعلن يوم أمس مغادرته نهائيا للزمالك المصري بعد خسارة الفينال تاع تشامبيونز ليج، وما عنده حتى علاقة بمستقبل اللاعب مع الفريق المصري. هذا اللي أكدوه حاليا حول مستقبل الفرجاني ساسي مع نادي الزمالك. دونك التدوينة كما أكد مهند عون ما عنده حتى علاقة بالقطيعة بين الفرجاني، أكد كذلك أن الفرجاني يدرب هو حمزة المفلوسي مع الزمالك اليوم، كانوا قاموا بحصة تدريبية. الفرجاني قاعد يستعد مع الزمالك المقابل الكأس اللي باش تكون بعد أيام في كأس مصر وباش يكون موجود فيها الفرجاني ساسي. مسألة مستقبله مع الزمالك يبقى وإلا يغادر ماهيش محددة إلى حد الآن، ما تحددش، نجم تكون باش يغادر لكن ونجم يكون ليه أيضا، لكن التدوين اللي هبطها ما عنده حتى علاقة بمستقبل اللاعب بالفريق، فقط هي تدوينة خاصة بوداع الأمير مرتضى منصور وكذلك مرتضى منصور رئيس الزمالك اللي يعتبرهم الفرجاني ساسي عاونوه برشا في انضمامه للزمالك. هكا نكملوا فير بلاي اليوم. شكرا لمنال ساسي في الإخراج، آدم المدب اللي أمن لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك، شكرا أيضا إشراق المدب زميلتنا من معهد الصحافة استاجيرة معانا انضمت اليوم الإكسبريس أف إم، مرحبا بيك، رحبا بيك من جديد إشراق. نتقابلوا إن شاء الله احنا غدوه في نفس التوقيت من فاير بلاي مع زميلي نيس الصحفيين. اكيد ليزيكستريل كل نتاع اللي كانوا ضيوفنا اليوم في الحصه، البدايه كانت مع قيس عاشور احكي على النجم الساحلي وجديد في الاتوال والتغييرات الهيكليه والفنيه في النجم الساحلي. ايضا كان معنا محمد دحمه نحكي على تألقه في السعوديه في اول 7 مقابلات 7 انتصارات لنادي الحزم السعودي في البطوله السعوديه. كما كان معنا ايضا بالتليفون الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي السابق كمال بن خليل حكى على استقالته من مهامه، وكان معنا ايضا وليد الصدقاوي وكيل اعمال اللاعب جابرييل كاكلي امضى في فريق اهلي طرابلس الليبي منذ البارح تم امضاء دون ان يلعب حتى دقيقه في الكلوب جابرييل كاكلي. كان معنا وكيل اعمال اللاعب وليد الصدقاوي اكد تفاصيل الصفقه، هذه التفاصيل الكل كما قلت تلقاها مع الباج نتاعنا في شكل دي فيديو اكسبريس افام والا اكسبريس اسبور. اجمل تحيات اسلام.